بتحبني ما بتحبني بتحبني ما بتحبني بتحبني ما بتحبني بتحبني آه يا عمي الشاويش آه لك أنا بحبك حب لك أنت حبيبي وأنت قلبي وعيوني وروحي يا عمي الشاويش يا ساتر يا ساتر سيدي أنا بعشقك أنا بحبك يا عمي الشاويش فكري بحبك أهزين عمي سيدي لك حرمك ضريب اللي يجم الرقبة تبعك انت مين سمح لك تفوت ولا ليش عم تفوت من دون استئذان استأذنت سيدي استأذنت انت استأذنت ما سيدي كذاب سيدي والله ما اني كذاب سيدي وبالعلامة لك شغلة كنت عم تقول انت يا شاويش يا حبيبي بحبك انت روحي وانت عيوني يا شاويش صح ولا لا سيدي انا كنت عم اقول هذا الحكي نعم سيدي بإذني هاي اللي بدي اكلها الدود كنت عم تقول هذا الحكي خلاص روح راس حاضر سيدي انت شو اللي جابك لهون يلا قول بدي اروح على البيت سيدي روح مين ماسكك انت ماسكني سيدي لا انا ماسكك هاي 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 عم يخرب بيته قطع لي سلسلة أفكاري وين كنا وين صرنا كنت بالحلم السعيد الحلو طلع لي فهيم الغبي أحسن شيء أرجع لحلمي يا ريت تحبني فتحية مثل ما أنا بحبها إن شاء الله يصير عمي إن شاء الله يوافق إذا ما وافق بدي خلي آقي ما يلاقي احترامي سيدي ولا مرة تعال بدي كسر على عصاي على راسك لك ليش ارجع لك بس بعمل ليش ارجع سيدي بس بدي اسألك روح ولا ما روح روح هلا لك روح وين ماسكك يا ابن روح ما بدك وين بدي روح يعني سيدي ولا روح على بيت روح على جهنم العشرة روح على جهنم تكون احلاقة زابطة احلى احلاقة حضرت لي زباشي الله يخليها ما بقى شيء لا هدي عمل الله شاك مساويها ان شاء الله نعيمة ان شاء الله نعيمة الله ينعم عليك بس ما في بالعادة هيك تكون حضرت لي زباشي محقص كتير كتير شو عندك موعد يعني قلت لك عندي موعد مهم شو عندك موعد يعني مع موظف بالحكم دارية لا اهم اهم يعني عندك موعد مع الباشا يعني؟ لك أهم من الباشا أهم شو أهم من الباشا؟ عندك موعد مع الوالي؟ إذا كادك إذا عندك موعد مع الوالي بتقول له يفك لي الحجز عن الدكان ويطالع لي ابني من الحبس لك أنا والي يا أبو شكور أنا وين والوالي وين؟ بعدين كل الحق عليك الحق علي أنا ليش بقى؟ إذا كان ابنك بيتحركش ببنت الباشا شو نعمل؟ شو نعمل يا حضرة ليوز باشي؟ شاب وجهل لا هذا مو شاب وجهل هذا حمار وانت أبوه الحمار ما عرفت تربيه لك الله وكيلك ووكيل السماء والأرض ابني مربى بس ما بعرف شلون هيك عمل والله ما بعرف احلي يلا احلي نعيمة الله ينعم عليك تفضل خلاص تفضل الله يعطيك العافية الله يعافيك إن شاء الله نعيمة خلناك يا رب الله لا يحرمنا يا رب والله أنا بدي ساعدك بس الشغلة الباشا كتير مأكد عليها يعني أنت اعمل اللي عليك دخيلك ولا يكن لك فكرة أنت اعمل اللي عليك وما بكون غير مبسوط ان شاء الله نعيما يا رب تفضل سيدنا تفضل هدي علي شوي الله يخليك هدي علي حنان الله يوفقك خاطرك سيدنا مع السلامه الله معك الله سرقي يلا روح عم شو بيلعي خلاني بقى كل اللي ببطني مو طبيعي ما عم اقدر انساها يا اخي من اللحظه اللي شفتها مدري شو صار لي حلوه انا انسحرت انا ما عاد اقدر اتخيل انا ما عاد انساها بعمري يا الهي شو هالجمال ها لك ده
دخيلة الوش ما أحلاه. لك أنت عمري، أنت حياتي، أنا بحبك، أنا بعشقك، مشتاق لك، وأنا كتير مشتاقت لك. أنا شقت أفندي، اشتقتيلي. احترامي جناب الباشا. يلي شاغل بالك يتهنى يا رشاد افندي. تفضل جناب الباشا، اهلا وسهلا فيك. بالظاهر انت عشقان يا رشاد افندي. اعوذ بالله يا جناب الباشا، شو هالحكيات؟ وليش لا؟ انت من حقك تحب وبتعشق وتتجوز. انت الف واحد بتتبناك ولو. الله يجبر بخاطرك يا جناب الباشا، الله يجبر بخاطرك. بعد الواحد منا لازم يتمتع بكل لحظة من حياته. يا سلام على الحكي، يا سلام، فعلا كلامك برر يا جناب الباشا. وانا مثل حكايتك فرش كلها، انا عم بتمتع بشبابي وبتجوز كمان. قصدك بنت الناطور ابو نقلة جناب الباشا؟ لا، هي جوازي مستورة، وانت مثل ما بتعرف الناس ما امات، ويعني انا مو حلوة بحقي تدرى البشوات اني انا متجوز بنت الناطور ابو نقلة. انت بترضى لي هالشي؟ اعوذ بالله يا باشا، ما برضى لك اياها بنو. قلعلي قلعلك. اتأكد يا سيدنا انه سرك ببير ما له قرار. بري عليك يا نشأت، وهذا عشان فيك انت كلك رجولة وكلمتك كلمة وما بتبوح بالسر ابدا. كتر خيرك يا جناب الباشا، بس عندي سؤال صغير جناب الباشا، يعني ممكن تجاوبني عليه بصراحة؟ ولو يا نشأت أفندي ولو، ليش في شي بيناتنا مخبى؟ ليش جنابك أمرت بحبس شكور مع أنه هو ما تعرض لبنت الناطور؟ أنا راح أقول لك ليش. أعوذ بالله يا باشا على الحكي، شكور عم يتحركش ببنت جنابكم؟ لا لا، يعني هو ما عم يتحرش فيها. تصور بس أنت، هذا الولد هذا شكور ابن الحلاق عم يأشر بيده لبنتي، عم يأشر لهيك. أنت بيهون عليك يا رشاد أفندي؟ بيهون عليك؟ أعوذ بالله، ما بيهون علي ابنه لا يتحركش ببنت أبو نقلة ولا يأشر لبنت جنابكم. هيك لا، منشان هيك أنا حطيته بالحبس وفبركت قصة أبو نقلة منشان سمعتي وسمعت بنتي. فهمت علي؟ معلوم فهمت عليك يا باشا، والحق معكم سيدنا. بدي اياه يضل بالحبس، والشكوى اللي قدمها أبو نقلة بدي اياها تضل ماشي. فهمت علي؟ وراح أحوله على القلعة كمان، إذا تهمة صغيرة مثل تهمة أبو نقلة بيروح له فيها سنتين ثلاثة، شلون إذا كانت مشكلة كبيرة بيروح فيها شنق سيدي. قديش قلبك كبير يا باشا. وانت قلت يا نشأت أفندي، وانا رح اضل اذكرك قدام البشوات لحتى تضل رئيس كركون، لانه فعلا فعلا هالمنصب لبينك تمام. وانا بخدمتك يا باشا. ماشي، اهلا وسهلا. محتار انا كيف بعيش، ضايع بين كيف وليش، وحدة تزعل من وحدة ترضى بكل